السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا ومرحبا بكم معنا في سلسلة شرح الرياضيات، ونبدأ إن شاء الله في الفصل الثامن بالدرس الأول وهو تمثيل الدالة التربيعية، ومع الجزء الأول. نتعرف على الدالة التربيعية. نمثل الدالة التربيعية بيانيا. نتعرف على حل المعادلة التربيعية بيانيا وجبريا. نبدأ بالدرس الأول وهو تمثيل الدالة التربيعية بيانيا. تمثيل الدالة التربيعية بيانيا في بعض المفردات سنتعرف عليها: الدالة غير الخطية، الدالة التربيعية، الصورة القياسية للدالة التربيعية، القطع المكافئ، محور التماثل، الرأس، والقيمة الصغرى والقيمة العظمى، ومعنى التماثل. هي مفاهيم بسيطة، يعني ممكن تظهر إنها كثيرة ولكنها في النهاية مفاهيم بسيطة وسهلة. تعرفنا على الدالة الخطية، هي الدالة التي تمثل بيانيا بخط مستقيم، يعني ترسم بالمسطرة عدة نقاط على استقامة واحدة ووصلها وتكون دالة خطية. مثال لها: ص بتساوي 2 س زائد 3، أو ص بتساوي سالب س زائد 4. المهم أن تكون س من الدرجة الأولى وليست من الدرجة الثانية أو الثالثة. الدالة التربيعية اللي نتعرف عليها النهاردة دالة غير خطية، ومن اسمها دالة تربيعية، يعني س تربيع، س أس 2. نتعرف على الصورة القياسية ونتعرف على باقي المفاهيم. نبدأ معا. يعني دالة تربيعية، دالة تربيعية يمكن كتابتها على الصورة القياسية، اللي هي دالة س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج، حيث أ لا تساوي صفر، لأن لو أ بصفر الحد الأول هيروح هيضيع، يتبقى ب س زائد ج تحولت إلى دالة خطية، فلازم أ يكون لها قيمة غير الصفر، تكون 2 3 4 سالب 2 سالب 1 اي قيمه. مثلا تكون الداله التربيعيه دال س بتساوي 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5، دي اسمها الصوره القياسيه. لما تمثل بيانيا شكلها اسمه قطع مكافئ، وتكون اما مفتوحه لاعلى او مفتوحه لاسفل. بيتوسطها خط مستقيم، بيقسمها إلى نصفين متماثلين يسمى محور التماثل. النقطة أصغر نقطة تحت أو فوق على حسب رسمة الدالة التربيعية بيسمى رأس المنحنى. الدالة التربيعية مفهومها الرئيسي دالة س بتساوي س تربيع، دي اسمها الدالة الأم، يعني ليس فيها أي إزاحة، ولا إزاحة رأسية ولا إزاحة أفقية. دال س بتساوي س تربيع. الصورة القياسية للدالة تعرفنا عليها، دال س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. شكل التمثيل اللي هو الشكل اللي مرسوم ده اسمه قطع مكافئ، سواء هذا القطع المكافئ لأعلى أو لأسفل، ممكن يكون مقلوب يعني مثل الجبل كده، يبقى اسمها إيه؟ دالة تربيع، اسمها قطع مكافئ. محور التماثل له معادلة، محور التماثل اللي هو الخط الأحمر ده اللي بيقسمها إلى نصفين متماثلين. لو طلب معادلته، معادلته س بتساوي سالب ب على 2 أ، والمقطع الصادي اللي هو ج، وسنتعرف على ذلك بالتفصيل. يكون التمثيل يا إما مفتوح إلى أعلى مثل هذا التمثيل، أو مفتوح إلى أسفل مثل هذا الرسم. ده اسمه قطع مكافئ وده قطع مكافئ. لو هو مفتوح لأعلى كده، مفتوح لأعلى يبقى فيه قيمة صغرى. لو مفتوح لأسفل قلنا مثل الجبل كده، يبقى ليه قيمة إيه؟ عظمى، اللي هي القيمة اللي فوق دي. دي أكبر قيمة اسمها القيمة العظمى، ودي أقل قيمة اسمها القيمة الصغرى. ده لو أعطاني الرسم يقول لي ده قيمة عظمى أو صغرى، مجرد إن أنا أشوف الرسم أعرف على طول إن دي قيمة عظمى، وهنا قيمة إيه؟ صغرى. لو سألني على الرسم، طب افرض مثلا جات مسألة مش مرسومة وقال لي ص بتساوي 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 3،
أول ما أشوف الألف موجب يبقى مفتوح لأعلى وقيمة صغرى، لو الألف ده عدد موجب، أي عدد موجب، إذن مفتوح لأعلى ويكون قيمة صغرى. طب لو الألف سالب، يعني سالب سين تربيع، سالب تلاتة سين تربيع، سالب خمسة، أقول له يبقى المنحنى ده مفتوح لأسفل وقيمة عظمى. نبدأ مع المثال الأول وهو تمثيل الدالة التربيعية بيانيا، وهذا هو الهدف الرئيسي من الدرس اليوم، أن نمثل الدالة التربيعية بيانيا ونحدد المجال والمدى. لكي يمثل الدالة التربيعية بيانيا أعمل جدول أفرض فيه قيم السين وقيم الصاد، أختار قيم للسين، أي قيم للسين، ولكن هي فيها ناحية فنية بحيث أن المنحنى يطلع متماثل، يعني سنشرحها بالتفصيل فيما بعد. هو هنا اختار واحد، يعني يعوض عن السين في المعادلة دي بواحد، يبقى صاد بتساوي ثلاثة مضروبة في واحد أس اتنين زائد ستة في واحد ناقص أربعة، وأطلع الناتج خمسة. استخدم الآلة الحاسبة وهقول لكم على طريقة إزاي نستخدم الآلة الحاسبة نعمل بها الجدول ده مباشرة، بس خلينا الأول نعرف كيف نعوض في الدالة. صاد سين بتساوي صفر، يبقى صاد بتساوي ثلاثة في صفر أس اتنين زائد ستة في صفر ناقص أربعة، طبعا تطلع سالب أربعة، ويستمر في التعويض إلى أن نكون الجدول سين وصاد. نروح على الرسم نعمل مستوى الإحداثي سين وصاد، النقطة الأولى واحد وخمسة، وطبعا أخذ المحور أفقنا اتنين أربعة ستة تمانية، والرأس اتنين أربعة ستة تمانية، وهكذا النقطة واحد وخمسة عند السين بالواحد وأطلع فوق لغاية الخمسة، حط نقطة هنا صفر وسالب أربعة، صفر وانزل تحت سالب أربعة، سالب واحد، سالب واحد على السينات يا شباب، سالب واحد هنا على السينات، فين السالب واحد هنا، وبعدين أنزل لسالب سبعة، وبعدين سالب اتنين على السينات، بأكد الأولاني على السينات، يا إما أطلع فوق يا إما أنزل تحت على حسب إشارة الصاد. فقال لي الصاد بسالب أربعة أنزل تحت، وبعدين سالب ثلاثة وخمسة هنطلع فوق، وأرسم منحنى كده اللي هو القطع المكافئ للدالة التربيعية. آخر شيء طالب هو المجال والمدى، لأن هذه الدالة كثيرة حدود يكون المجال من غير تفكير جميع الأعداد الحقيقية. ليه جميع الأعداد الحقيقية؟ لأن أنت حر هنا تحط سين بأي عدد حقيقي، أي عدد تختاره تعوض به عن السين أنت حر، يعني كل الأعداد الحقيقية ممكن التعويض به. فهنا ممكن أعوض بالواحد بالاثنين، واحد يقول لي طب أنا هبدأ الجدول ده بالتلاتة، ابدأ بالتلاتة، حط أربعة خمس زي ما أنت عايز، ولكن يفضل أنك تحط قيم تكون قيم هنا في النهاية تطلع متماثلة حوالين محور، وده طبعا اللي بحدده له رأس المنحنى أتعرف عليه فيما بعد. فهنا المجال أقول له المجال جميع الأعداد الحقيقية، لأن المجال عبارة عن قيم سين، أما المدى قيم صاد، يعني صاد مداها من فين لفين. لما نمشي مع المنحنى كده هو نازل لتحت، نلاقيه نزل عند السالب سبعة وقف، ومن سالب سبعة ممتد إلى فوق في الموجب، فنقول هنا المدى صاد أكبر من سالب سبعة ولا أصغر من سالب سبعة؟ لما يبدأ من سالب سبعة من تحت ويتجه إلى أعلى، إلى أعلى يبقى أكبر منه ولا أصغر من؟ ما شاء الله ممتاز، أكبر من، أكبر من سالب سبعة لأنه متجه إلى أعلى، يبقى صاد أكبر من أو يساوي سالب سبعة، وده اللي هو الإيه؟ المدى. آدي المجال، ده اللي هو جميع الأعداد الحقيقية، ومداها هو صاد، حيث صاد أكبر من أو تساوي سالب سبعة. نشكركم ونستكمل الدرس في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.